اعتيادية في الحمل واللي هي الألم غير الاعتيادية، مش الألم اللي متعودة بها، خاطر ديما المرأة تقولك عندي شوية وجيعة، عندي شوية قلق، وهذاك تنجم تكون حاجة عادية في الأشهر الأولى من الحمل. الحاجة الثالثة اللي هي فقدان علامات الحمل اللي هي المرأة نسميهم احنا لسيني سمباتيك وبلغتنا درجة لحم. مرأة كنت تتوحم في الشهر الأول شهر ثاني، فجأة مني كنت ترد، مني كنت متقلقة، مني كنت ديخة، ما عادش تحس في هذية بالكل. وهذا يقع بصفة طبيعية بشوية بشوية ينقص، لكن في الشهر المتوسطين معناها شهر الرابع شهر الخامس. لكن إذا كان صار هذية في بداية الحمل، من المستحسن المرأة قبل موعدها الاعتيادي متاع الطبيب تمشي تشوف روحها. هذية الأعراض بصفة عامة ما همشي برشا هما، لكن هذية متاع النوع المتقدم. نحكي وتوا على الإجهاض التلقائي المتأخر اللي هو الفوسكوش تارديف، رو هذيك يشبه برشا للولادة للأسف. وفي العادة المرأة بتبيع ديما تفيق، لأنه يصير نزول الجنين بطريقة سهلة جدا، نزول الماء متاع الرحم ونزول الجنين بصفة تلقائية وصفة سهلة، وبعد ساعات حتى في معنيها في فرشها أو في التواليت وتلقى معني بتبيع ذي حاجات إكستريم اللي المرأة باش تفيق بيهم. في الحالات الأخرى راهو المرأة كتمشي للطبيب بعد ساعات يقولها للأسف حبيبتك ويقفى عندها جماعة عندها جماعتين وهذه هي ما كانتش تنجم تعرف، وما يلزمش الإحساس بالذنب كان أنا مشيت راهو تبدلت حاجة، راهو ما يتبدل حتى شيء. يعطيك صحة دكتورة. الأسباب علاش توصل المرأة ما تخليش صغير متاحة وإلا يتوفى في كرشها؟ الأسباب هذه ديما سؤال يتسأل. جيك الكابيني عندها معناها احنا نعلموها اللي فما حمل توقف، أول حاجة علاش راهو للأسف ما نجموش نعرفوا علاش ديما 50% من الحالات احنا نعرفوا اللي هو سي ان اكسيدون دو لا غروسيس، فما مشاكل في الصدغيات وتخلي الحمل يتوقف طبيعيا، وهذه خاطر ربي يفهم ربي يحب هكاك ويعمل الحاجات بالكدا. حمل فيه مشكله راه يتوقف وحده، يحل مشكلته وحده. هذه في كمام اكثر من نصف الحالات. نصف الاخر توا من الحالات برشا حاجات نجم تدخل فيها، مثلا الاسباب الموضعية للرحم، رحم فيه مشكلة، رحم فيه ما هوش معناها بروبر على نيداسيون، معناها ما يتقبلش الحمل، غير مهيئ للحمل بالكدا. نجم تكون أسباب هرمونية، عندها هرمونات في بدنها، الغدة الدرقية، برشا حاجات اللي ما هيش معدلة بالكدا ما تعاونش الحمل باش يتم. نجم تكون أسباب جرثومية. بالنسبة للأسباب الجرثومية، يما أسباب جرثومية عامة معناها خذيت فيروس تمس الجنين توقف الحمل وهي ما فقدش بيه، لأنه معظم الفيروسات فيها أعراض متشابهة كيما نزلت البرد وما تفيقش حتى الجريب، حتى كيما مش الجريب لا مش الجريب دوتر فيروس اللي هما يكونوا مشابهين في الاعراض نتاعهم لنزله البرد، اما مش فيروس الجريب. دونك الاسباب الجرثوميه زاده اسباب برشا ومرات ما نفيقوش بها. نجم تكون اسباب عامه، مرض السكري، ضغط دم مرتفع، سمنه، امراض مزمنه، تدخين، برشا برشا اسباب وما نجموش المراه معناها نراوها اول مره، خاصه في الحمل توقف الحمل الاول راهو صعيب ياسر باش نعطيو سبب. في الله لا يقدر في الاجهاض الثاني، اسكو تنجموا تعطيو للام سبب علاش البيبي نتاعها ما وصلش للدنيا؟ احنا بالنسبه للاجهاض الثاني هو مش حكايه قداش، هو احنا فما حاجه اسمها الاكسيدون معناها غروسيس اريتي سي ان اكسيدون. بالنسبه لنا احنا اي طبيب تمشي له يقول ان شاء الله ما تعاودش وتو المره الجايه ناخذ احتياطاتنا ونعطيو كدويات بالكدا وتتبع من الاول اكسترا. صار المره الثانيه علميا مازلنا نجمو نزيدو نصبرو. احنا في تونس معناها نتبعوا العلوم اللي تقول ابارتيغ دو 3 فوس كوش باش نبداو نتقلقوا. مي كي تبدا المراه متقدمه مثلا في العمر والا ستريسي برشا والا عندها خاصه الامكانيات باش نعملوا الفحوصات نتاعنا من التوقف الثاني للحمل راهو نعملوا برشا تحليلات. واحنا علاش احنا مش المراه ما نحبوش نعملوا لها تحليلات هكاكا؟ لانه يتكلفوا برشا، بطبيعه يتكلفوا برشا على كاهل المراه وعلى كاهل الصحه العموميه، معناها لانه معظم الحاجات احنا ندفعوهم من الكونتريبيوابل نتاعنا. دونك راهو عندنا معناها قواعد وهذا في العالم الكل مش كان في تونس، مش عندنا في تونس نتقنتو لي با دو تو، مي هكا قررنا معناها باتفاق علمي لي ابارتيغ من المره الثانيه والثالثه باش نبداو التحليلات، لان التحليلات هذيا تكون شامله جامله للمراه وللرجل. وفيها بعد ساعات حتى نلتجؤوا لبعض العمليات، مثلا كشف بالمنظار بالبنج عند المراه باش نشوفوا الرحم من داخل فيه وشي خلل، معناها راهو سان بيلون لور، وهذيك علاش ما نطلبوهوش من المره الاولى. اللي نجموا نعملوه في المره الاولى
هو اني المرأة مثلا تحب نعمله تحليل جيني للجنين اللي ينزل كي نجمو نعملوه خاطر مش ديما نجمو نعملوه والا تحليل انسجة ينجم زيدا يعاوننا والا تحليلات جرثومية للحبالة اللي قاعدة تهبط لكن رأي في معظم الحالات ما تعاونناش يعني كما نقولوا ما تعطيناش أجوبة كافية باش تبردنا وتقولنا لواش توقف الحمل الأول هذيك علاش راهو في العادة ما نطلبوهاش. دكتورة ما بين الأسباب اللي أنت قلتها توا فما الرحم الغير مهيئ للحمل والمشاكل الهرمونية ونعرفوا جينيرالمون المشاكل الهرمونية تنجم حتى المرأة قبل ما تعرس تبدا عندها مشاكل نتاع ديزهرمون وتنجم تتسبلها في برشا مشاكل أخرى. يقول القائل بوغ ايفيتي انه يمكنش نجم تصير معاها الحكايه هذيا فماش حاجات نجم تعملهم المراه مثلا دوب ما تعرس ولا قبل ما تعرس باش تهيئ الرحم نتاعها اذا كان ماهوش مهيئ والا طريق لي زغمون نتاعها باش الله يقدر ما يصير لهاش فسكوش. بالنسبه للاسباب الرحميه راهو الرحم معناها عضو كامل في البدن اللي بعد ساعات ما نجموش نفيقوا نجموا نفيقوا اذا كان فما تشوهات كبرى مثلا الرحم اللي مقسوم على سنين والا الرحم اللي فيه معني ياك الوزوني مثلا فيه غشاء داخلي غير اعتيادي فما حاجات نجموا نفيقوا بها فما حاجات ما نجموش نفيقوا بها مثلا قصور في عنق الرحم اللي يتسبب اللي هو المشكله يتسبب في الاجهاض من نوع الخايب اللي هو الاجهاض المتاخر فوسكوش تارديف اللي المراه تعيشه بطريقه خايبه برشا هي وطبيبها بربي كلمه خير نحب نقولها في زملائي وفي روحي راهو اللي يصير لها الحمل المتاخر هذا راهو قد ما هي تحزن قد ما طبيبها كيفها لانه ديما باش يحس اللي هو قصر في حاجة. وقت اللي راهو الحمل الاول ديما هو اختبار للمرأة ديما اختبار للجسد نتاعها وما نجموش نفيقوا لانه انت ترى المرأة في شهر الثالث في شهر الرابع الرحم نتاعها مسكر فجأة تسمع في الخامس اب يقول لك صارت الولادة اللي هي مش وليده اللي هو اجهاض دونك راه فما حاجات فريمون ما نجمو نفيقوا بها كان ما يصير لانسيدون هذا بالنسبه للرحم سامحني بالنسبه للحاجات الهرمونيه المراه اللي تعرف عندها مشكله هرمونيه او مشكله عامه حتى مرض سكري او مرض غده الدرقيه او سمنه مفرطه او 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 راهو فما حاجه اسمها البروغراماسيون دو غروسيس تنظيم الحمل مش انا تك حبلت نمشي للطبيب نقول له اب وزين جيه مخر وقتها ما عادش نجم يدارك لكن البروغراماسيون دو غروسيس الطبيب راهو يعمل معاها كل شيء لانه يعمل التحليلات الهرمونيه ويلقى هرمونيتها معدله وما يسمح لها بالحمل كان ما الهرمونه مثلا الدرقيه في حاجه معينه والا السكري في نسبه معينه وهذا الكل معناها المراه هي اللي مسؤوله عليه ام باش هي شنو تعمل ما فماش حاجه المراه تنجم تعملها سيسوني تمشي لطبيبها وقت اللي تعرف عندها مشكله مبكرا مبكرا معناها قبل ما تحمل. يعطيك الصحه دكتوره. بالنسبه لطرق الاجهاض فما طرق طبيه وطرق جراحيه هكا ولا اي معني طرق الاجهاض احنا ديما نحكيو على المراه صار لها توقف تلقائي للحمل والحمل هذا بطبيعه يلزم يتنحى على خاطر باش تعاود حبال اخرى ان شاء الله واكسترا. فما زوز طرق بصفه عامه فما طرق الطبيه اللي هي نعطيو دواء للمراه ونخليو الاجهاض يصير بطريقه تلقائيه والطريقه الجراحيه اللي هي يسميوها برشا كورتاج مي هو ريالمون سي اسبيراسيون شفط للحمل مع التبنيج العام اللي المراه ما تحسش حتى شيء. هذا بطبيعه يختلف حسب عمر الحمل حسب الحاله نتاع المراه الحاله العامه والحاله الموضعيه وهذه ديما في العاده الطبيب هو اللي يختار هو اللي يقرر. اسكو فما مضاعفات تصير بعد الاجهاض والا لا؟ مضاعفات اكيد يعني كما كل شيء في اي حاجه تصير العبد مضاعفات نجم تكون نزيف نجم تكون مضاعفات جرثوميه معناها انفكسيون تفيق بها المراه بسخانه الام في الـ في الـ في الـ في الحوض ومعناها سوائل مثلا ذات رائحه كريهه كثيرة. تنجم تكون مضاعفات المضاعفات البسيكو معناها النفسيه برشا يعني المراه تتقلق برشا من 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 الفسكوش خاصه كي تتكرر مرتين وثلاثه. اما هكا حاجات كبيره لا معناها هذا هو. يعطيك الصحه دكتور على توضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الاربع متاع العشية. موضوعنا اليوم هو الاجهاض بحضنا الدكتورة غادة حمدي الكبير اخصائية امراض نساء وتوليد كيلوغرام في الحمل متاعها هذوما يلزمهم لياقة بدنية اللي هي عندها الوزن الزائد اللي هي ماهيش مستانسة بشد عضلات الظهر والا اسفل البطن ولا بطبيعة تتقلق اكثر من غيرها. باهي يعطيك صحة دكتورة. رجعت لنا ايمان من سوسة. مرحبا بك ايمان. عسلامة لالا. مرحبا مرحبا دكتور. عايشك بربي نحب نسألك. انا عملت قبل عندي ممكن 3 سنين ولا 4 سنين
حسيت وعملت قديش من معناتها قديش من كورتاج معناتها ممكن حسيت خمسة فيك ولا ستة وبعد كورتاج زوكم معناتها خديت كريموين عند على الحمل زوكم الحرابش الحرابش حسيت توا عندي ممكن حكيت معناتها عامين وكيفاش معناتها ما معناتها معناتها ما حبلتش معناتها ممكن معناتها من الحرابش ومن الإجهاد هذاك ينجم يأثر على الحبيلة. بي فهمتك مدام. ديما أسألتي قدي عمرك؟ عمري 39. عندك أمراض؟ نو نو بلوتو ما عندكش صغار بالكل لا؟ ما عنديش بالكل. بي لهنا في حالتك أنت مدام عملت دي كورتاج أربعة ولا خمسة معنية تنظيف للرحم خمسة ستة ولا عملية بعد الكورتاج تلكم شربت موانع موانع طويلة فهمتك فهمتك موانع الحمل اللي خذيتهم مش هما اللي خليوك ما تحبلش بربي هذية خلينا نقولوها بالعكس راه والمرأة من المستحسن تاخذ مانع حمل على انها تعمل عملية اجهاض بروفوكي معنية إرادية راهو البيلول اللي هي نخليه المرأة ما تحبلش بيها بنسبة 99% نحميوها راي خير بألف مرة من اللي نعملو أن كورتاج خطر المرأة حصلت بي أكيد أربعة وخمسة ولا حتى أكثر يعني إجهاض بالشفط ولا أسبيراسيون ولا كورتاج هذي نجم يذر الأرحام وهذي الطبيب نجم يفيق به بمعنية صورة أشعة سهلة برشا وكشف وإلا كشف بالمنظار اللي نشوفه به إذا كان فما صار تلف في الرحم من داخل اللي يخليه ما يسمحش بالحمل هذه أه. الحاجة الثانية مدام انت العمر متاعك هو اللي يجري ورانا 39 سنة راهو ما نقعدوش نستنيه وعامين وثلاثة بجي الحبيلة طبيعيا خاصة مع التاريخ الطبي متاعك يعني تاريخ الطبي نقصد اللي لفيت اللي عملت برشا دي كورتاج دونك يلزمنا أولا نثبتوا اللي ما فماش تلف في الرحم وهذين نثبتوه في ساعة dans le mois اللي انت تعدي فيه ومن بعد نتلهيو بالحاجات الاخرى لانه 39 اذا كان قبل الحبيله جاتك مسهله انت هكريت قبل يافي اوكان بروبليم اما راه 39 الحبيله نسبه الحمل الطبيعيه اذا كان عند المراه الطبيعيه 25% 25 راهي من بعد تطيح معني تنجم المراه تحبل وحدها مره في العام هذا كي تعمل مليح معنا دونك راهو الفو اكتيفي يعطيك صحه دكتوره معنا عاطف مرحبا بك عاطف مرحبا أختي السلام عليكم عسلامة سيدي مرحبا عسلامة عايشك تفضل عاطف دكتورة تسمع فيك بلي دكتورة عسلامة عسلامة قبل عاطف بربي الراديو اللي بحدك سكر والله يخليك وسمعنا كلمة تليفون بلي أوكي عايشك عايش. باش نسمعوا كل ده تفضل دكتورة حبيت نسأل أن متزوج عندي عام ونص عنده عامين ونص أي والجنين وصل عمره 6 شهور وطيحوا جو عنده الماء في راسه كبيب جلز ميتيه يعني صار إجهاض يعني عمل إجهاض بالدواء طبيعي ولادة بريسك عامين عادتش حبلت وبالرغم رجعنا للطبيب نتاعنا وقال لها الطبيب اللي عم تعمل أشعة وتعمل تحاليل نورمال يلقى عندها تكيس في المبيض وعطاها دواء أونتراتيان والتو ما يعني ما صار حتى شيء فحبيت نسأل يعني الأسبوع بالضبط وإيش كنت نازم يعني تحبلوا إلا لا مع العلم أني المدام تاعي مرة 20 سنة تخبيا دونك ان شاء الله ربي يعوض عليكم ساعة في الحمل اللي فقدتوه احنا هذي مانيش في حالة فريمون الإجهاض نتاعنا ما مثالش نقولوا هو سان افورتمون بروفوكي ولا نسميو احنا انتيروبسيون ميديكال دو غروسيس لأنه الأطباء هما اللي قرروا بطبيعة بعد ما يوافقوا الوالدين لأنه فما تشوه كبير في الجنين ما يخليهش يعيش دونك نوليو نوقفوا الحمل قبل ما يكبر ويوصل للتاسع وتولي ولادة معناها سان افورتمون بروفوكي احنا سببناه بالادويه وولدت ولاده طبيعي عندها عامين ونص عندها عامين ابوبخي وما عاودش صار حبيله علما واني المراه عندها تكيس مبيضي اللي هو ينجم يكون سبب في تعطيل الحمل الحاجه الباهيه اللي هو قال لي الصور اللي طلبهم الطبيب باش يشوف فماشي مضاعفات من الولاده المبكر من هذيا لافورتمون بروفوكي صارت ولا عملته ما فما شيء تحليلات هرمونيه ما فما شيء فبما اني عمرها صغير ان شاء الله ربي تو يرزقهم هذا يفو با ستريسي بقدره ربي سافياندرا اكيد ديما واحد يلزم يقعد مع
طبيب اون كونتاكت. واحنا في العاده كي تبدا مراه عمرها 20 سنه كي من هكا بون نعطيوها الفرصه بشويه بشويه زيدا مش باش واحد ينقز عليها كل 3 اشهر كل 6 اشهر بالمرحله بالمرحله للي تحصل ان شاء الله جنين. اما هكا من المبدا العام فمش حاجه مش حاجه لبس لطف ان شاء الله ربي يسهل عليهم. يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. كل يلزم تمشي تشوف طبيب لانه فما فحص عام يلزم يتعمل فحص الثدي حكينا عليه في البرامج قبل فحص الكشف بالصدي باش نشوفوا المبايض نتاعك عنق الرحم تحليل المسحه برشا حاجات يلزم تتعمل. بالنسبه لتوقف الدوره الشهريه بعد الافورتمون اللي عملته هذيك انا تو ما نجمش نجاوبك الحق 15 سنين بعد ما نجمش نجاوبك. فما تحليلات هرمونيه كانت تتعمل وقتها وقتها عمرك 34 سنه نشوفوا هل انه سن ياس مبكر مش سن ياس مبكر عمرك 34 وقتها دونك صغيره حتى بالنسبه لسن الياس هذه تو انا المهم انت تو كي تمشي تفحص روحك الطبيب بو فير لو بوين يعمل خلاصه على اللي صار يفهم الوضع العام وبطبيعه اكسسوارمون ينحي لك الاله علاش باش تقعد به. به يعطيك صحه دكتوره. نمشيو للجمال معنا صابره. مرحبا بك صابره. السلامه عسلامه لاله مرحبا. كل عام وانتم بخير. عايشه لاله سين دايما. ربي حبيت نسال الدكتوره تفضل اي نسمع فيك صابره. الو اني جبت صابره هكايرا ما نجموش نسمعوك راه صابره. الو الو بعد على الحس يا صابره ما كانش مانيش نجمو نسمعوك راه باهي. قلت جبت زوز بنيات اي بعثي لي احبل صارت لي لحظه احبل اي ترست عمره اموا عملت اجهاء لانه احنا شنو التحليل اللي عملته هي نتصور تحليل انسجه لانه هي يا اما تحليل انسجه ولا تحليل جيني ما نعرفش شنو اللي طلبوا لها بالضبط. هي وقع توقف الحمل في نهايه شهر الثالث او بدايه شهر الرابع حسب ما فهمت من حكايتها ومانيش عارفه انا اسكو هي عملت ديجا فوسكوش هذيك ولا قالت خاطر جابت زوز بنات وحبلت من بعدهم عملت فوسكوش في الثالث وجابت الرابع او الثالث والرابع زاد عملت في فوسكوش فوالا ثلث والرابع فوسكوش فوالا دونك احنا ديجا توا توقف الحمل مرتين في حالتها هي في جرت بعضهم ديجا نجمو نبداو في الكادر نتاع اللي حكينا فيه اللي هو لي فوسكوش سبونتاني ريبيتيسيون ولو انها هي كم عندها زوز بنيات ربي يفضلهم ما نبداوش ستريسي برشا سا ديبون عمرها قديش زاده. فالتحليل هذاك ينجموا اذا كانوا تحليل انسجه ينجم يقولها راهو ينجم يعطينا جزء من الاجابه وينجم يكون تحليل ما فيه حتى شيء وقتها يلزمنا نلتجؤوا الفحوصات العامة اللي حكينا عليها في حالتها هي تحليلات عامة تحليلات هرمونية فحص لها هي وفي مرحلة ثانية نجمو نلتزقوا التحليلات الجينية معناها راهو حكاية كاملة هي توا لازم الطبيب يتبعها بالكدا بالكدا. يعطيك صحة دكتورة. نمشي لتونس معنا وداد. مرحبا بك وداد. الو عسلامة. عسلامة وداد مرحبا. الو الو نسمع فيك وداد. كان فما راديو بحثك سكروا قاعدين في الحس ما غادي مانيش نسمعوا فيك راه سكروا جمله جمله قاعدين في بارازيت مانيش باش نسمعوك بالكدا.
الو سي بون ويدي تسكرت الراديو؟ اي تفضل لله. اي تسكرت. مازال بارازيت. انا جدا من تونس عرفت اون 2014. باهي. وبقيت 4 عام انا ما جبتش الجيم. باهي. ومن بعد ديك مشيت عديت كل شيء عندي دي زوغار كثير. باهي. باهي. اي. عندي ديزوفير كونيك سبيك. وي دي دمان الله يخليك، كان الراديو بحذاك سكروا ولا ابعد عليه من غادي خاطر مانيش قاعدين نسمع فيك جمله، راه فما برشا بارازيت. الو؟ بعيد عليه جمله قلت لك. باهي فما برشا بارازيت، باهي في ساعي. تفضل الله يكذب الله، باش نجم نسمعك بالكدا خاطر. باهي اوكي. باهي. من بعد مشيت عديت عندي ديزوفير كونيك سبيك، استعملت البيات وكل شيء وحضرت. بعد دو موا وقفت الحفاله، معناها وقف النمو نتاع البيبي وعملت كرتاج. ومن بعد ديك لقيت بيريود، ومن بعد ديك كيف كيف عاودت داويت وعاودت حبلت مره ثانيه. لكن البيبي معناها جا النمو نتاعو ناقص برشا، وجات فما دي مالفورماسيون. اي. دونك ما قلت معناها باش نعمل كورتاج ونحي، لكن معناها بقيت ونقص البيبي، لكن من بعد 4 موا توفر. اي. هكا حبيت نفهم شنو معناها علاش ديما عندي بيبي يكون فما كلام تاع نمو في الصغير، وعلاش لي كورتاج معناها علاش ما تكملش الحباله. باهي امشي تجاوبك الدكتوره. دونك المدام عندها حالة من التكيس المبيذي اللي تثبت لها في تعطيل في الحمل، معناها حبلت بعد 4 سنين من الزواج. دونك ديجا اوني دون ان كا يتسمى دانفيرتيليتي بريمير، يعني مش عقم لكن تعطيل في الحبالة. هو نذكروا دكتورة اللي جينيرالمون يثر لي وانت صحح لي المعلومة، اللي بعد عامين من العرس واذا كان ما صارتش حبالة عام ولينا ما عادش نستناو عامين، خاطر بحكم تقدم سن الزواج و برشا مشاكل ما عادش نستناو عامين. دونك جينيرالمون بودو ان نون. باهي. هي ديجا قعدت 4 سنين عندها مشكله نتاع تكيس في المبايض. التكيس في المبايض يسبب خلل هرموني عام، سا ديبون وزنها قداش، خاصه كي يبدا فما حاله سمنه. فهذا نجم يسبب ديجا توقف في النمو نتاع الحمل. والحاجه الثالثه اللي عندها هو انه الجنين كان فيه حقيقه تشوه ولدته وتوفى. دونك ينجم يكون هذايا مشكله جينيه، معناها في الحالات الكل المراه هذيا ما تنجمش تخلي روحها طبيعيا، ما فماش سبب واحد هو اللي سبب لها توقف الحمل، برشا حاجات ويلزم طبيب راهو سانكا اللي طبيب يلزم يتابعه بطريقه مباشره ومتقاربه. باهي يعطيك الصحه دكتوره، باش نحاولوا نكملوا مع كيستيون خاطر سي وفي الوقت. دكتوره اسكو الجماع اثناء فتره الحمل اسكو ينجم يتسبب في الاجهاض والا لا؟ لا الا اذا كان فما مشكل من الاول، يعني مثلا المراه عندها نزيف، هي عندها ديكولمون، يعني كيما نقولوا الخلاص ولا المشيمه نتاع الجنين فيها متقلعه، ونكملوا عليها الجماع بطبيعه ينجم وقتها يتسبب، لكن الجماع بصفه عامه لا، واحنا ما نمنعوش الجماع اثناء الحمل. باهي دكتوره اسكو نزيف عادي في فتره الحمل؟ عادي. لا 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 اذا ما تمشي للطبيب ما فيهوش كلام. الا اذا كان تمشي للطبيب ويلقى عندها هالديكولمون اللي نحكيوا عليه ويقولها راهو مدام ينجم يقعد معاك الدم فتره جمعه جمعتين، اما راهو فما حكايات نسمعوها احنا غريبه شويه، معناها تقول لك انا نحبل ونغسل، معناها يهبط عليها دم وهي حبله، راهي عمرها ما كانت حاجه عاديه. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا لليوم، الناس الكل اللي طلبونا وما نجموش يتحصلوا علينا تنجموا تخليوا الاسئله نتاعكم على موقع ميت بونتين. كانت بحدينا الدكتوره غاده حمدي الكبير اخصائيه امراض نساء وتوليد. يعطيك الصحه دكتوره.